أشاد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بالجهود المبذولة من كافة مؤسسات الحكومة السعودية والمؤسسات الخاصة لخدمة حجاج هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم. ونشد آل الشيخ الحجاج الالتزام بالتنظيم والتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة في المملكة لتأمين سلامتهم وتسهيل الإجراءات عليهم وتوفير الأمن.